هاي. تدمير الغابات بيتطلب وقت كتير قصير، بس إعادة بنائها بتاخد سنوات طويلة ونجاحها مش مضمون 100%. الحرايق هي مصايب، بس كمان ممكن يكون لها فوائد ومنافع، من بين التخلص من بعض الأشجار الكثيفة يلي بتحجب الضوء عن بقية نباتات والأشجار، وفي نباتات تعتمد بتكاثرها على الحرايق مثل بعض أنواع الصنوبر. قسم كبير من غابات لبنان تجددت من تلقاء نفسها بعد مرور عدة سنوات، وأشجار الصنوبر والبلوط عندها القدرة على التكيف والتجدد بعد الحرايق، وبتلعب البيئة دور بإذا كانت منطقة معينة قادرة على التجدد أم لا. فالمناطق المحاطة بالمحاصيل الزراعية بتكون فرصتها أقل بالتجدد. مين قال إنه نمو الفطريات بعد الحرايق هو دليل على عودة الحياة إلها واستعدادها للتجدد، وهالفطريات تلعب دور بنمو البذور والأشجار الجديدة؟ أنا قال. شوفكم بكره.